شكرا زميلي محمد بن سمحة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا متابعي قنوات دوري بلس، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، تحية طيبة من هنا من المدينة المنورة، ولقاء أحد الذي يستضيف الرائد في الجولة 15 من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان في موسمه 2018-2019. أحد والرائد، الرائد الضيف اليوم أموره ممتازة، الضيف اليوم أمور رائعة جدا بعد تفوق في الديربي في المباراة المؤجلة من الجولة 9 عندما فاز على التعاون بهدفين مقابل هدف. أيضا فوز آخر كان قبل مباراة التعاون في الجولة 14 عندما تفوق على فريق الحزم بهدف مقابل لا شيء. 6 نقاط مهمة بعد فوزين متتاليين للفريق الريداوي، تزعم بها الأندية القصيمية ب6 نقاط، تزعموا ب6 نقاط، خاصة أن الدور الثاني سوف يبدأ بتشكيلة مغايرة للفريق الأحدي بعد التعاقدات. الكرة في اليسار عند عبد الله الشامخ، يحاول المرور عودة إلى الخف إلى العمري، العمري إلى الشامخ، يلعبها الشامخ طويلة ولكن ليست لأحد سهلة. الكرة خطأ للفريق الريداوي عند العمري ولا حساني، الكرة عند العمري ليلعب الكرة الطويلة، العمري على رأسيته هشام ولكن التدخل من حارس المرمى، يلعبها إلى حساني، وانتو ممتاز، حساني عند محمد العمري، استلام من محمد العمري، يلعب الكرة طويلة والرأس تسديدة ولكن الكرة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. كانت اللقطة رائعة من محمد العمري ولكن التصويبة التي كانت من حساني إلى خارج الملعب. ضربة مرمى إلى خارج الملعب، ضربة مرمى عند زهير العروبي، هنا الكرة الممتازة واللقطة واللعبة التي كانت لفرحان ولكن الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. يندب حظه فرحان، علي الأزمري، ممكن الكرة الجاية اليمين عند أسامة عاشور لكن يفضل عودة بالكرة إلى الخلف عند أبودي، تصويبة من محمد عطية ولكن الكرة بعيدة. حلوة التصويبة، حال التسديد عند محمد عطية، صاحب تصويبات قوية محمد عطية ولكن كانت الكرة خارجة إلى ضربة مرمى. الكرة كانت قوية جدا ولكن اعتلت العارضة، طار معها عز الدين دوخة لتأمين مرمى. هم هدف في الفريق الأحدي، تلعب الكرة الطويلة بين محمد عطية ورأسية ولكن الكرة بإشارة مساعد الحكم التسلل على كارلوس وهيم، التسلل الموجود على كارلوس وهيم بإشارة فينسل توث، هنا الكرة الطويلة لكارلوس وهيم ولكن هشام، الكرة دانييل أمورا، يلعب الكرة الطويلة دانييل ولكن بعيدة جدا الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. اعتذار من دانييل إلى محمد عطية العائد للملعب المباراة، الكرة مقطوعة من محمد عطية لدانييل أمورا والانطلاقة من دليل، دانييل أمورا يبحث عن الغناسي في اليمين، يلعبها إلى ياسين، استلام من ياسين، ياسين لعب الكرة الطويلة بينية ممتازة من ياسين الغناسي إلى فرحان، فرحان يحاول المرور ولكن التدخل من أنيس سيبوفيتش والكرة عائدة إلى حارس المرمى. ممتازة كانت الكرة من ياسين، استلم سامي، بحث عن حلول، يلعب الكرة الطويلة إلى إسلام برأس إسلام ولكن الكرة سهلة واصلة عند وأديسون ترابي، هنا الكرة العرضية ولكن التدخل من عزيز على مرتين. إسلام سراج يلعب الكرة ممتازة من إسلام سراج عند أبودي، أبودي الذي لعب الكرة استعجل فيها أبودي، استعجل جدا فيها أبودي قبل أن يدخل أحد في 18. الكرة واصلة عند دانييل أمورا، يلعبها إلى العمري في الجال يسار، العرضية من العمري واصلة عند الغناسي ولكن التدخل من سامي كسام، يلعبها طويلة إلى صالح الشهري الذي يستلم فيه 18، هذه خطيرة، صالح الشهري استلم، يحاول المرور صالح الشهري، بينية ممتازة والتصويبة، أوه عاد الكرة مرة أخرى للغناسي، أوه ممتازة اللقطة، الخطورة للفريق الريداوي بعد تصويبة العمري، التصويبة التي ردها القائم، القائم يتعاطى في اليوم. كارلوس وهيم يلعبها طويلة إلى أبودي، انطلاقة أبودي السريع في الجناح الأيسر، أبودي، أبودي انطلق، أبودي يلعب الكرة إلى علي الأزمري، تصويبة من علي ولكن الكرة سهلة إلى خارج الملعب عند عز الدين دوخة. عز الدين الذي دخل وكان له تحية كبيرة من جماهير الفريق الأحدي، تحية تحية حب، تحية مودة بين عز الدين دوخة وجمهور السابق، الجمهور الذي كان يشجع في الموسم الماضي. هنا الانطلاقة لأبودي،
هنا العرضية التي كانت ممتازة لعلي الأسمري. انتظار الكرة، لعب الكرة العرضية من فرحان، الكرة ما زالت عند الغناسي، بينية ممتازة والتصدي ممتاز العروبي، التصويبة رائعة من الغناسي، ولكن طيران ممتاز من العروبي وتأمين الكرة إلى خارج الملعب. الرائد بخطورة في الشوط الثاني، هنا العودة، تابع اللقطة، شاهد التصويبة التي كانت رائعة، ولكن الكرة إلى خارج الملعب. لعب الكرة العرضية طويلة الرأسية من صالح أو هشام بالقروي إلى خارج الملعب. الكرة واصلة عند دانيلا مورا في الوسط، بينية ممتازة إلى فرحان، فرحان وانتو ممتاز، وضربة جزاء، ضربة جزاء للفريق الريداوي، ضربة جزاء للرائد في الشوط الثاني بعد لعبة ممتازة ودخول أكثر من رائع لفرحان حساني. لعب الوان تو، ذكي فرحان، ذكي فرحان، استغل السرعة والتدخل للدفاعات الأحوتية والسقوط وضربة الجزاء. هنا الوان تو الممتاز، بينية ممتازة وكعبية رائعة من صالح الشهري، التدخل من أسامة عاشور، أسامة عاشور يتدخل بيده ويعيق حساني ويسقط حساني في الثمنتاش ويكسب الرائد ضربة جزاء. صالح وزهير، زهير وصالح، صالح سجل جول، الرائد يفتتح التسجيل، الرائد يستمر في الأفضلية ويستغل أفضلية اليوم ويسجل الهدف الأول من نقطة الجزاء، من ضربة الجزاء. الرائد يفتتح التسجيل عند الشهري، الشهري سادس أهدافه، أول أهداف اليوم، أول أهداف هذا اللقاء، والفرحة للجماهير الرائدية الحاضرة اليوم. هدف ريداوي أول، هدف ريداوي على يسار زهير العروبي، لا يمتلك زهير العروبي أن يتصدى لهذه الكرة، تسكن شباك زهير. 25 هدف في شباكك يا زهير اليوم، أو 27 هدف في شباكك يا زهير بعد هدف صالح الشهري. الهدف الأول الريداوي، الهدف الأول الريداوي الذي يمثل أفضلية للفريق الرائد اليوم، يترجمها صالح الشهري بهدفه الذي يتواجد في تشكيلتك، فأنت لابد أن تجد له بديل، لابد أن يكون هناك بديل. أول كرة فهد حمد، عرضية ممتازة من فهد حمد، راسية أبودي، الله يا فهد، وراسية أبودي التي كانت خطيرة. يلعب الكرة في الجهة اليمين عند ياسين الغناسي، عرضية ممتازة من ياسين، الله كيف ضاعت يا حساني، كيف ضاعت يا فرحان، هذه الكرة هي تفرح الجماهير الرائدية بهدف ثاني، كانت الفرصة مواتية، عرضية رائعة، تابع العرضية، كانت متقنة العرضية، حساني من أمامك المرمى. والخطأ عند محمد عطية، عطية يلعب الكرة ممتازة إلى أبودي، أبودي برأس أبودي، ولكن الكرة سهلة عند عز الدين دوخة، يفرح الكرة بينية عند ياسين الغناسي، الغناسي صوب ياسين، ولكن الكرة من حارس المرمى زهير العروبي إلى خارج الملعب. ضربة زاوية، ضربة زاوية، زهير العروبي اليوم ما قصر، زهير العروبي اليوم أنقذ الكثير من الكرات، الكثير من الكرات التي تهدد الفريق الأحدي، تجد زهير العروبي في 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 المرصاد. هنا البينية الممتازة التي كانت من دانيلا مورا والتصويب الرائع من ياسين، راجع الكرة إلى مورا، بينيات ممتازة، اللعب عند دانييل، يلعب الكرة، بينية ممتازة، لا وجود للتسلل، الشهري، شهري ممتازة، لعب الكرة، وأسامة عاشور بالتدخل، ممتاز ممتاز أسامة عاشور، من تسبب بالهدف الأول ينقذ الهدف الثاني ببسالة أسامة، ببسالة يا عاشور، رعبة رائعة كانت اللقطة، كانت اللقطة ممتازة جدا من أسامة عاشور. ألف سلامة لمحمد، هنا البينية الرائعة، لا وجود للتسلل، صالح الشهري الذي استقبل الكرة، حاول أن يؤمن الكرة، حاول أن يضمن الكرة باللعب الكرة العرضية لمحمد العمري، ولكن محمد العمري حتى الآن الرائد هو من يتفوق. أحد في الهجوم الآن عند أبودي، عرضية ممتازة من أبودي، واصل الكرة عند برونو، سنتانا يحاول المرور، سنتانا مر، سنتانا العرضية، ولكن تدخل الكرة، والكرة إلى خارج الملعب ضربة زاوية، إلى خارج الملعب ضربة زاوية، مرور من برونو، والعرضية التي كانت موجودة، والكرة التي اصطدمت بعبد الله الشامخ إلى خارج الملعب ضربة زاوية. إسماعيل بنقرة في المرتدة يحاول المرور، بينية ممتازة إلى صالح، صالح انطلق، صالح سريع، ولكن عمر هوساوي، عمر هوساوي، ماذا تفعل يا عمر، ماذا تفعل يا عمر، لديك بطاقة صفراء، البطاقة الصفراء الثانية موجودة، والأحمر بشكل مباشر،
الأحمر بشكل مباشر من فيكتور كساي. لم يستدعي البطاقة الصفراء فيكتور كساي الثانية، هو أشهر البطاقة الحمراء مباشرة على عمر محمد، على عمر إبراهيم أشهر البطاقة الحمراء مباشرة بعد انطلاقة صالح الشهري. هنا الانطلاقة لا يجد عمر هوساوي إلا أن يسقط عمر إبراهيم، يسقط صالح الشهري. هل تدخل عمر إبراهيم على صالح الشهري؟ يبدو أن التدخل موجود على عمر، التدخل على صالح الشهري موجود. سلطان فرحان إلى العمري، في الجهة اليسار العمري، بحث عن العرضية ممتازة إلى إسماعيل، استلم إسماعيل، يحاول المرور من كرة صوب، ولكن الكرة سهلة إلى خارج الملعب. انطلاقة ياسين الغناسي، 4-3، 4-3، 4 من لاعبي الفريق الريداوي، العرضية ممتازة إلى بنكورة، ولكن التدخل بقدمه.